السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه التلميحة بنتعرف على كيفية فك ضغط ملفات كثيرة باختصار واحد بدون عناء ولا أي شيء. طيب، عندنا هذا المجلد فيه تقريبا يعني كم ملف مضغوط، بناخذ منهم مثلا 3 ملفات ونبي نفكهم كلهم باختصار. نضغط على كوماند وأوبشن أو ألت وحرف الأو. لاحظ، هذه هي المجلدات، فكلنا إياهم وكل مجلد بداخله الملفات الخاصة فيه. هذا كان اختصار بسيط، أتمنى أكون أفدتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.